من جديد ده كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. لحظة من اللحظات السعيدة ويوم استثنائي لكل من ينتمي لمنظومة النادي الأهلي، كل أفراد المنظومة، مجلس إدارة بلاعبين بجمهور بكل فرد داخل منظومة النادي الأهلي النهاردة، والاحتفال باليوم والموسم الاستثنائي. واحد من اللعيبة اللي انضمت للنادي الأهلي هذا الموسم في قطاع الناشئين أثبت جدارته، ثقة مستر مارسيل كولر عشان يكون موجود مع الفريق الأول، علشان يكون شاهد على هذا الموسم التاريخي. كريم الدبيس اللي على المستوى الشخصي يعني بين حكايات كتير، لكن كريم خلينا نرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. كريم مليون مبروك وجودك داخل جدران البيت الكبير، بيت النادي الأهلي. حبيب قلبي يا روق، الاول طبعا شكرا على كلامك طبعا، وانت زي ما قلت احنا عشره كبيره جدا، وطبعا الله يبارك فيك، وده النادي الاهلي طبعا. كريم انا عارف يعني اللحظه دي كنت انت بتحلم بيها من زمان انك تكون موجود جوه النادي الاهلي، اعتقد احلامك بتتحقق. 5 بطولات في اول موسم ليك مع الاهلي، بتتكلم على ابطال افريقيا، 2 سوبر، بتتكلم على كاس مصر، بتتكلم على الدوري، اعتقد بطولات مهمه جدا في بدايه مشوارك. طبعا الاول بحمد ربنا طبعا، ودي كانت لحظه انا كنت مستنيها من بدري جدا، وانت كنت معايا خطوه بخطوه من 3 سنين، فانا كنت اللحظه دي كنت مستنيها عشان عارف ان انا لما اكون هنا موجود في النادي انا ابذل اقصى جهد عندي عشان اقدر ان انا اكون موجود مع النادي في الفريق الاول، والحمد لله ربنا كرمني وكنت موجود مع النادي وفي الدرجه الاولى وموجود في البطولات، والحمد لله يعني اول سيزون ليا 5 بطولات تتحسب لي وتتكتب في تاريخي. كريم من عارف ان في ثقه من مستر مارسيل كولر لكريم الدبيس، واحد من اللعيبه اللي صمم انها تكون موجوده، عارف ان جالك عروض اعاره كتير لكن هو رفض وتمسك بكريم الدبيس، اعتقد دي امور مهمه جدا بالنسبه لك. اه طبعا الراجل يعني انا كنت خلاص انا عايز اطلع اعاره، وجيت قبل ما العب في اخر الموسم، فانا كنت خلاص مقرر ان انا هطلع اعاره، والنادي كان قرر ان انا ممكن اطلع اعاره او لا لسه ما قرروش، فانا لما جيت لعبت واتشافت واتقال لي لا انت مش تطلع اعاره، انت مكمل معانا وموجود، والفتره الجايه ان شاء الله اكون موجود معانا فيها. اعتقد انك تكون بديل لواحد من اهم في تاريخ النادي الاهلي علي معلول، كلمنا على العلاقه بينك وبين علي معلول، لك النصايح علي معلول. طبعا كابتن علي ده اخ لينا كبير، واخ بالذات ليا، ودايما بيفضل يكلمني قبل الماتشات على طول في التمرينات، انا ببقى موجود معاه لما بنتمرن على اي حاجه، هو بصراحه بيجي يقول لي وبيجي على طول دايما بينصحني، ففي كل الاوقات انا معاه ودايما بنصح، يعني حد ما شفتش حد زيه قبل كده بصراحه. شكرك يا كريم وبالتوفيق دايما، ومستنيين منك كتير النهارده، او النهارده بنكرم على اللي فات، لكن مستنيين منكم بطولات خلال الموسم القادم باذن الله. ان شاء الله القادم افضل، طبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي طبعا، وشكرا حبيبي يا رؤى. حبيبي يا كريم وبتمنى لك التوفيق. حبيبي يا رؤى. كلام مهم، واحد من الرهانات واللعيبه المهمه جدا اللي راهن عليها النادي الاهلي، حقق 5 بطولات مع الفريق في بدايه مشواره مع النادي الاهلي، بتشيله مسؤوليه باذن الله. اعتقد يعني بنبني على هذه الامور للقادم باذن الله، وتستمر للنادي الاهلي. ومن جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.